الخاتم والذي انطلق من مدينة المهدية من تونس. فالواقع علاقتنا بمصر هي علاقة أكثر من تاريخية، ويشرفني اليوم كتونسي أن أكون من بين الحضور ومن بين الذين يقع تكريمهم في توقيع كتابي الذي ينشر ويطبع في جمهورية مصر الشقيقة. في الواقع فكرة الكتاب، أو هناك الكثير من الذين سألوني لماذا هذا العنوان تحديدا وين ماشي في نسيج. هذا العنوان هو عنوان ورد باللهجة التونسية الصرفة، ونحن في تونس عندما نقول من ماشي في نسيج أي هو نوع من السؤال التحكم، في عبارة كلمة نسيجي ونماشي إلى سيدي وقابلها تقريبا باللهجة المصرية وين رايح بين سيدي أو بين مودينا في اللهجة المغربية وين غادي بين سيدي. هذا الكتاب أدى في فترة حرجة جدا، فترة نستطيع أن نقول أنها تمثل نقطة انطلاق لإعادة تركيبة المجتمع العربي من جديد. الكتاب صدر في أول ما صدر في شهر مارس 2011، أي مباشرة أثر سقوط نظام بن علي. ولكن قد يكون هناك تساؤل مهم جدا، لماذا هذا الكتاب بالذات ولماذا تناول قطر بالذات؟ أنا كنت من المرحبين بسقوط نظام الرئيس بن علي لسبب بسيط، وأنه هناك من خلال عملي ومن خلال اختصاصي في العلوم السياسية وكذلك من خلال نشاطاتي واختصاصي في الأمن السياسي العربي والنظام السياسي السويسري، أرى أنه تأثر بالدول الديمقراطية الغربية من حق الشعوب العربية أن تعيش في جو ديمقراطي، ومن حقها أن تكون هناك ديمقراطية فاعلة على المستوى التنموي والمستوى السياسي والمستوى الاقتصادي وكذلك على المستوى الاجتماعي. عندما سقط نظام بن علي، وكان قبل سقوط نظام بن علي في سنة 2008 وفي استشارة لمؤسسة الرئاسة في تونس، قلنا لهم بحكم أننا معهد يعمل على تقديم الاستشارات السياسية، قلنا لهم هناك تطور جيد وتطور جميل على مستوى التنمية الاقتصادية، وتونس صنفت في مؤتمر داوس في سنة 2009 من ضمن أول الدول الإفريقية كدولة يطيب فيها العيش.